أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف يمكن الجمع بين الحديث الذي رواه البخاري وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي صبيا لها فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، والحديث الذي رواه الترمذي والذي فيه: لعن الله زوارات القبور؟ وهل الخلاف في زيارة المرأة للقبور معتبر؟ حديث المر على امرأة عند قبر هذا في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك زيارة النساء للقبور، فمحمول على النسخ. نعم.